السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس قناتنا سماد. هنبدأ مرحلة جديدة مع الفوتوشوب والناس المهتمة بالفوتوشوب. هنتعلم إزاي نعمل مجموعة من البوسترات أو التصاميم الدعائية اللي بتتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والإنستجرام والتويتر. طبعا أنا جهزت لكم كبداية 3 دروس هنبدأ بيهم، بعد كده نخش في مجال أعمق شوية. هنتعلم الدرس ده والدرس ده والدرس ده. نبدأ مع بعض في أول تصميم معنا. الدرس ده هنتعلم إزاي نعمل التصميم ده. هنفتح الفوتوشوب وهنبدأ عمل جديد. أنا بختار القياسات 2000x2000 ريزولوشن 72. هنضغط أوكي. في البداية هنعمل الخلفية، هنعمل خلفية باللون الأزرق. هنضغط كليك يمين على الأدجستمنت لير وهنختار سولت كولر وهنحدد اللون أزرق غامق وليكن ده. بعد كده هختار أداة البرش وافتح طبقة جديدة واروح اجيب فرشة واجيب المسجد. طبعا دي فرشة هرفعها لكم، هتلاقوا اللينك بتاعها تحت الفيديو. هنختار المسجد ده وهنبدأ نكبر المسجد شوية كده. ونضغط كليك هينزل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نحاول نخليه في منتصف التصميم بالظبط علشان يكون مظبوط معانا. بعد كده هاجي تحت المسجد، هفتح طبقة جديدة بين الخلفية والمسجد وهختار اللون الأصفر وهختار فرشة واخلي الفرشة ناعمة من فرش الهاردنس فيها صفر، وهضغط كليك بالشكل ده. طبعا كده كبيرة شوية، هصغرها وهضغط كليك وهرفعها لفوق كده. طبعا هضغط على فلتر بلار جيزيون بلار واديها جيزيون بلار بنسبة حسب ريزولوشن التصميم اللي عندك، بتدي نسبة الجيزيون بلار. هختار أداة التحديد المربع وأعمل مربع كده وهضغط على ديليت بحيث يمسح لي الإضاءة من تحت، وبعدين ممكن أقلل الأوباسيتي شوية لأن مش محتاج الإضاءة الكتيرة ديت. هاجي فوق الطبقة ديت وأفتح طبقة جديدة وأحدد اللون الأبيض وأروح على البراش وهجيب فرشة السحاب وهعمل سحاب هنا وهنا بالشكل ده، وبعدين اقلل الاوباسيتي بتاعهم بالشكل ده. بعد كده هروح فوق خالص واخد طبقة الخلفية اللي هي السولت كولر، اعمل لها نسخ واحطها فوق خالص كده تغطي على كل التصميم، وبعدين هقف على الطبقة البيضة ديت اخلي اللون الاسود فوق واختار أداة الفرشة وهنزل هجيب فرشة من فرش الفوتوشوب اللي هي موجودة فيه. هختار الفرشة ديت تبقى موجودة ديفولت في الفوتوشوب، مش هنجيبها من بره، وأبدأ أمسح بالشكل ده. هنصغرها شوية طبعا هنضغط اكس علشان نحاول نخلي اللون الابيض فوق علشان نحاول نعمل تشويه هنا شوية في الظل. بعد كده هنضغط اكس عشان يبقى اللون الاسود فوق ونحاول نمسح بقى نخلي المسجد صافي من الجهة ديت. بعد كده هنقف فوق المسجد بالظبط وهنفتح طبقة جديدة وهنروح نختار البرش وهنحدد لون الخلفية ده وهنختار البرش وهنجيب فرش ظهور او اي فرش اشكال ظهور عندك هتجيبها، وليكن هنختار الفرشة ديت. طبعا هرفع لكم الفرشة ديت مع التصميم مع الدرس، ونديها مجموعة من الزهور هنا تدينا تأثير جميل في التصميم.
بعد كده هنفتح طبقة جديدة هنعبيها باللون الأسود، هنروح على قيمة فلتر، هنختار من Render Lighting Effect، وهنحدد Point، وهنخلي القيمة بتاعته 100%، وهنرفعه لفوق كده شوية، وهنضغط OK. ومن اختيارات الدمج هناخد Soft Light وهنقلل الاوباسيتي شوية كده، وبعدين هنعمل عليه ماسك ونختار اداة البرش ونبدأ نشيل من هنا شوية ومن الزوايا بالشكل ده. بعد كده هنفتح طبقة جديدة ونعبيها باللون الاسود مرة تانية، وهنروح على قيمة فلتر وهنختار ريندر، وبعدين هنختار لينز افكت، وهنجيب الاضاءة هنا شوية في الجهة ديت، وهنضغط اوكي، وهنخلي الدمج فيفايد لايت، وهنقلل الاوباسيتي بالشكل ده، ممكن نجيبها كده شوية، بعد كده هنعمل عليها ماسك وهنختار اداة البرش ونمسح الجوانب والاجزاء اللي ملهاش لازمة، احنا عايزين نخلي الاضاءة فقط لا غير، ممكن نزود الاضاءة شوية بالشكل ده. هنروح على طبقة المسجد وهنضغط دبل كليك عليها ونديها دروب شادو ونزود قيمة الشادو والديستانس، وهنضغط اوكي. بعد كده هنكتب الكتابة اللي تحت، كل عام وانتم بخير. هنفتح طبقة جديدة ونخلي اللون الابيض نكتب بيها، نحدد اداة الكتابة، ونكتب الجملة اللي هي كل عام وأنتم بخير، وطبعا هنحدد الخط اللي هو بوستن بلاد، هنحط الهمزة هنا، هنفتح طبقة جديدة فوق طبقة الكتابة، وهنبدأ نجيب الزخارف أو فرش الورود اللي هنا ديت. تقدر انت تضيف اي اشكال عادي على راحتك، انا هستخدم في الحالة ديت فرش الورود. وليكن الفرشة ديت هصغرها شوية، طبعا هضغط على الايقونة ديت هتظهر عندي في الجنب هنا، هبدأ اتحكم في الفرشة عن طريقها. نختار فرشة تانية ديت مثلا، نصغرها شوية، طبعا كلمة بخير في نقطة هنا مش طلعت، نرجع للفرش تاني، نقف على طبقة الفرش عشان ما نتلخبطش، ونجيب الوردة ديت ونعبي بيها باقي الفراغات. انا بستخدم الفرش ديت بدل التشكيل، بعبي بيها الفراغات اللي بين الكتابة وبين الكلمة، بدل ما اشكل. لو انت حابب تشكل الكلمة اوكي مفيش اي مشاكل.
نضغط على كنترول الزيرو ونشوف شكل الكتابة. اوكي كده تمام. بعد كده هروح ادي الكتابة للجريديانت المناسب، طبعا اللون حسب راحتك انت، انا هديها لون من عندي، الالوان حسب راحة المصمم. ندي الورود لون، ممكن تديها نفس لون الكتابة وممكن تديها لون مختلف بحيث تديك شكل احسن، وليكن انا هديها اللون اعتقد ده افضل. نضغط اوكي. خطوة اخيرة نضيف لمعة على المسجد، هنروح على طبقة المسجد ونحددها، نفتح طبقة جديدة فوقيها ونضغط على طبقة المسجد نحددها كده، واحنا واقفين على الطبقة اللي فوق هنخليها اوفرلاي، وهنخلي اللون الابيض فوق ونختار اداة البرش ونكبر الفرشة شوية، طبعا هنختار فرشة من الفرش الناعمة ونكبر الفرشة شوية وندي لمعان لأماكن معينة في المسجد. نضغط على كنترول دي، تعالوا نشوف اللمعان اللي ظهر معانا. ده ببساطة التصميم بتاع النهاردة، فكرة بسيطة وجميلة لكن تقدر تديك إضافات هايلة وتعمل بيها تصاميم هايلة في الفوتوشوب. أتمنى أن يكون الفكرة دي عجبتكم والدرس ده عجبكم. من فضلك لو الدرس ده عجبك أو الأنواع من الدروس دي بتعجبك ياريت تضغط لايك عشان أعرف مين المهتم بالدروس، بحيث أن الدرس لو في ناس يعني مش مهتمة بيه أن أنا هوقف السلسلة دي وهبدأ في حاجة جديدة. لو انتم مهتمين بالسلسلة ديت هشوف عن طريق زر اللايك او التعليقات بتاعتكم وهكمل معاكم السلسلة للاخر ان شاء الله. انتظرونا في درس جاي واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.